يعني هذا جبل قاف، جبل قاف هذا كانوا يتصورون أنه نهاية الدنيا، وقيل إنه مكان في اليابان لأن آخر ما وجدوه من اليابسة وجدوه في اليابان، صاروا وجدوا دي آخر الدنيا، فقيل إنه هو مكان كده، إنه ده معناه جبل قاف يعني آخر الدنيا. وبعدين الدنيا اتضح إنها ملهاش آخر، وإنها دايرة كرة،